سيبش ليفربول خالص. طيب ليه الإجابة عن السؤال ده بعد ما يشارك معنا على الهاتف في هذا الحوار الفنان الكبير الأستاذ عماد رشاد؟ مساء الخير يا أستاذ عماد. مساء الخير، ازيكم منورين. يعني سعداء بمشاركة حضرتك معنا في الحوار، ومن الأصدقاء المقربين اللي قال عنهم كلام جميل جدا قبل ما نبدأ اللقاء النهاردة الأستاذ عمر عبد العزيز. الله يخليك يا حبيبي. الله يخليك أستاذ عمر. تحب تقول إيه الأستاذ عماد؟ ازيك يا عمدة؟ ازيك يا حبيبي، وحشني يا عمر. ازيك يا حبيبي؟ والله وانت يا حبيبي عماد عشان انا بس يعني انا اعرفه من... عايز اتكلم بس ان ايه، لما تشتغل مع مخك اهلاوي بيبقى ليها طعم تاني. لما بتشتغل مع مخك اهلاوي بيبقى بتحس ان فعلا بيستدعي روح كيان النادي الاهلي واحنا بنشتغل. يعني احنا عارفين ان اي نجاح في الدنيا، اي شيء بينجح، المفتاح النجاح ده هو الاداره. طبعا ده اللي شفناه مع النادي الاهلي من اول ما اتنشأ لغايه دلوقتي. ويعني بيبقى في موضوعيه في اتخاذ القرار، وفي التزام شديد بحقوق العاملين، وايضا بينتظروا منهم ان هم يقدموا في النادي اقصى ما عندهم في سبيل الكيان. لما بتشتغل مع مخرج اهلاوي بقى، وهجيب مثالين يعني قريبين من بعض قوي زي الاستاذ عمر عبد العزيز والاستاذ محمد عبد العزيز، بتحس فعلا انهم استدعوا روح النادي الاهلي في الاداره. يعني لا تنازلات بره الشغل ممكن، يعني احنا في سيره قرابه بيني وبينهم، وفي سيره قرابه وصداقه عمر بيني وبين عمر، واصدقاء لينا كتير يعني اشتغلنا سوا مع عمر، يعني زي استاذ فاروق الفيشاوي وكده. وحب النادي الاهلي كمان اللي جمعكم يا استاذ عماد. ايه؟ حب النادي الاهلي كمان عامل مشترك بينكم. طبعا انا بقول لك بقى، لما بنشتغل معاهم بحس ان هم بيستدعوا روح اداره، روح كيان النادي الاهلي. جوه الاستوديو مفيش مجاملات، لو يعني مفيش مثلا انا عشان ده صاحبي او ده عشان بيحبني هتاخر شويه او مش هبقى جاهز، لا بحس فعلا ان هنا بقول يا جماعه خلي بالكم احنا بلاتونا اهلاوي. ها اهلاوي يعني ما تتاخرش اهلاوي، بس واحد عايز بيتشقى شويه بيتبطط، يعني حد مش ملتزم قوي، بقول له بقول لك ايه، احنا في استوديو اهلاوي، خلي بالك الكرو ده كله ورئيس مجلس الاداره العمل ده واعضاء مجلس الاداره اللي هم الكرو بتاعه اهلاويه، يعني هزار ده بره جوه هنا، لا احنا هنا هندي الشغل ده هو النادي بتاعنا، الشغل ده دلوقتي بقى هو النادي بتاعنا. فحقيقي ديت ملحوظه انا بحسها لما بخش بلاتو مع استاذ عمر عبد العزيز او الاستاذ محمد عبد العزيز، بحس فعلا ان انتمائهم للنادي الاهلي بقى جزء منهم، وبره باب البلاتو شخصيه وجوه حاجه ثانيه، خلاص في ديمقراطيه بره ونتناقش ونتفق وخلاص كلنا ورا القرار ده، وبنقعد جوه نشتغل وبتحس بقى بالروح الواحده جوه. استاذ عماد، كان بيبقى في احتفال في الكواليس، كواليس اي مسلسل او عمل سينمائي اشتغلتوا فيه مع بعض يوم فوز للنادي الاهلي في مباراه مهمه في الدوري او في بطوله افريقيا؟ احنا واضح اننا مش عارف اخدنا الاتصال. استاذ عماد اتفضل. الصوت قطع معلش. انا بسال حضرتك مره تانية، معلش هكرر سؤالي، كنتوا بتحتفلوا في الكواليس انكم واضح لغالبيه الكاست في اي مسلسل او فيلم سينمائي اهلاويه طبعا، كنتوا بتحتفلوا بتبقى اخبار النادي الاهلي وفوزه في اي مباراه مهمه معاكم في كواليس العمل؟ لا احنا بيبقى معانا واحنا داخلين العمل معانا جدول بماتشات الاهلي كلها، يبقى معانا جدول بماتشات النادي الاهلي، ونبقى عارفين يوم الاحد مثلا في ماتش الساعه 7:30، فنقول احنا البريك بتاعنا هيبقى من الساعه 7:30 للساعه 10، يعني ده استحاله يتفات ماتش، يعني انا ما اقدرش اقول لك مثلا فاتنا ماتش من اول ما شجعنا النادي الاهلي، فبيبقى في نقعد في بلاتو كلنا مع بعض ونشوف الماتش، وما تشوف الاستوديو ده بيترج بقى ان شاء الله، ودايما بيترج الحمد لله، يعني دايما يعني. الفنان الكبير عماد رشاد، ايه اكتر حاجه بتحبها في النادي الاهلي؟ في ايه؟ في النادي الاهلي بشكل عام. بحب في النادي الاهلي انه بتمنى ان يبقى كل مؤسساتنا وكل كياناتنا بهذا الالتزام والنجاح والمقصد اللي باخده النادي الاهلي، انه لازم يفضل كبير على طول، ولازم ينمو ويكبر ويسعد مصر كلها. تعرف يعني 80% من المصريين اهلاويه، فمن حقهم طبعا انهم يعملوا المجهود والاستراتيجيه اللي بيتعمل من اداره النادي الاهلي ومن جميع اعضاء النادي الاهلي وفرقه كلها عشان تسعد الشعب المصري. فالنادي الاهلي اللي بينتمي لي هو الذي يعشق الانتماء للنجاح. الذي ينتمي للنادي الاهلي هو الذي يعشق الانتماء للمبادئ والمسر والقيم. ف
فانا ساعات بقول يا سلام لو لازم لو فكروا في الموقف ده في اي ولا في اي مكان مش بره الرياضه خالص لو فكروا زي النادي الاهلي زي روح النادي الاهلي كانت الموضوع ده ماشي كويس لو عملنا الطريق ده زي النادي الاهلي كان بقى احسن من كده يعني رايي ان النادي الاهلي بقى مثل للنجاح والاخلاص في كل شيء وانا يشرفني ان انا منتمي للنادي الاهلي ده بيشرف مصر كلها النادي الاهلي هو النادي الاول فيها استاذ عماد لسه من دقايق كانت معانا على الهاتف الفنانه رانيا فريد شوقي وكانت بتقول اتمنى انه اشوف اعمال جديده واشوفه نزل تاني وبيشتغل وموجود في الوسط السينمائي والتلفزيوني الاستاذ عمر عبد العزيز هل دي حاجه بتتمنى تشوفها في الفتره الجايه وتبقى في فرص لعمل مشترك بينكم كمان ايوه طبعا اتمنى يا ريت اتمنى طبعا وان شاء الله انا بس انا بدات معاها كمان مع رانيا فريد شوقي اول فيلم في حياتها كان مع تهاتي الاستاذ العزيز كنت انا اشتغلت معاها فيه وكان ليا الشرف ان يكون من انتاج الاستاذ الكبير فريد شوقي طبعا فطبعا ان شاء الله نتقابل ويا رب ان شاء الله هتقابل قريب في اعمال كويسه ان شاء الله باذن الله بشكرك جدا ويعني سعداء جدا بمشاركه حضرتك معانا الفنان الكبير عماد رشاد شكرا جزيلا لك تعليقك على الكلام الجميل لا هو عماد. طبعا اولا عماد صديق عمر يعني انا من يوم ما دخلت معهد السينما سنه 72 واحنا اصدقاء لانه كان بيدرس سينما قبل ما انتقل لمعهد فنون مسرح واحنا اصدقاء